الاستعداد ديالكم للقاء القادم كيفاش كتوقعوا؟ بالنسبه للدراري كمجموعه عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه وعارفين المسؤوليه اللي عليهم بالنسبه ليهم. بالنسبه لكم يعني حتى خساره يعني الفريق انتصارات وتعادلين، كيفاش كتحسوا الان؟ الحمد لله الدراري حاسين بالثقه، حاسين بالثقه باش يعطيو اضافه لا للجمهور ديال اتحاد طنجه ولا السيد امين بن هاشم، كيزرع في المجموعه الثقه الحمد لله، وان شاء الله نبقاو ماشيين في نفس المسيره. عوده الى ملعب طنجه الكبير، حضور الجماهير الكبير، حنا عارفين بان يحضر الجمهور بكثره، وهذا تكون واحد مسؤوليه كثيره علينا بالنسبه لنا، بالحق ان شاء الله حنا قادين عليه. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. كيف كتستمر الاستعداد ديالكم للقاء القادم؟ اولا قبل كل شيء كنظن باللي المقابله ما غاتكونش سهله نظرا يعني للقوه ديال فريق الخصم، اللي كنا كنعرفوا كاستقطب لاعبين الفريق ديال الرجاء البيضاوي اللي كيلعبوا واحد الكره اللي كنعرفوها في مدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي. حنا غادي نلعبوا في الملعب ديالنا، للاسف ما كنستافدوش من بعض الحصص اللي تخلينا اننا يعني نوقفوا على بعض الاماكن يعني في الملعب، لان الملعب كبير كيحتاج انك يعني تخوض على الاقل حصه او حصتين في الاسبوع، ولكن هذا ما غيمنعناش باش ان شاء الله نقدموا واحد المستوى اللي يكون لائق بالفريق ديالنا، وان شاء الله نعزوا يعني الصداره ديالنا ان شاء الله، ونكونوا عند حسن ظن يعني الجمهور الطنجاوي ان شاء الله. الفريق متصدر وبدون هزيمه، هل هناك ضغط بالنسبه للاعبين؟ كنظن باللي ضروري انه غيكون واحد الضغط، لانك يعني لحد الساعه يعني في واحد المكانه اللي هي كبيره، نظرا يعني انك يعني كتوجد يعني صعوبات كبيره في مجموعه من المقابلات اللي كتخوضها. هذا ما كيمنعش بان يعني اللاعبين واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم، غادي ندخلوا المقابله كاي مقابله، لاننا في الموسم يعني كنجريو مقابله باش ان شاء الله يعني نحاولوا ما امكن ان يعني ما نزعزعوش يعني التفكير ديالنا، والتفكير في هذا الاسبوع منصب على مقابله ديال سفيان برشيد. كنظن باللي من خلال التدريب كنظن باللي المعنويات مرتفعه، وكنطلب يعني تكون مسانده من الجمهور الطنجاوي يعني، لان كنعرفوا دائما كيكون في المواعيد، وكنتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى ايضا ان شاء الله. شكرا. مرحبا.